الحفلات كي دايرين اليوم، غادي نروح لوخرة حلوة الكاوكاو، غريبة الكاوكاو. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، غير صهبتو في الفران. ها هي فاش تشوفوا بانه كتحيد له القشره، صافي بركات عليه. نص كيلو الكاوكاو. Hoy vamos a hacer un dulce, otro dulce de fin de Ramadán para la fiesta de Eid. Medio kilo de manises. غادي نحتاجو جوج البيضات، غادي نبدا بجوج البيضات ولا خاصني نزيد الثالثه. Vamos a empezar con dos huevos, si nos hace falta añadimos el tercero. نص كاس ديال سنيده، medio vaso de azúcar. Un vaso de coco rallado, كاس ديال كوكو. كاس معمر ديال الزيت، un vaso sin rellenar de aceite. Y dos cucharaditas de mermelada, que tenéis, o miel, lo que tenéis en casa. معلقه، جوج معلقات ديال الكونفيتور. ليفادورا، انا عندي هادي ديال 15 غرام، ما غاديش نديرها كامله. نو بويا فير 15 غرام ديال ليفادورا، بويا فير لا ميتاد. معلقه ونص ديال الكاكاو، اون كوتشاره اين ديال دي كاكاو، اون كوتشاره بيكينيا دي كانيلا، ومعلقه صغيره ديال كانيلا. دابا غادي نطحنوا هاد الكاوكاو، ما غاديش نطحنوه حتى يولي غبره، غير نطحنوه يتهرس مزيان مزيان باش يمكننا نشاركوه. وها نتوما معايا، vamos a moler el manís hasta que se muele, no mucho. Ahora os enseño la textura como va a quedar. Quedáis conmigo. هانتوما طحنتو ها القهوة مليح سمعني، يا لو مولي. اورا بويا ميتير طودو ان بوكيتو دي صاف الكاكاو و لا كانيلا. الاسوكر تامبيان لو انياديمو. لو ميسكلامو طودو بيان. غادي نزيدو الكونفيتير، ماما نيادير لا مرمله، ماما نيادير لو دو هويفوس. غادي نزيدو البيض، جوج بيضات، وغادي ندير الزويته. مغاديش نديرها كامله حتى نشوف، ومن بعد غادي نزيد غادي نخلط. بسم الله، كنظن انا غير كون دوس ويفوس نص بعضا. Voy a añadir este fresquito de aceite porque vamos a añadir el coco. Ahora vamos a añadir la levadura. Dejé casi la mitad aquí. Y añadir el coco. الكوكو خصو يكون من كوكو زوين، ها نتوما رقيوق، والريحة ديال الكوكو كتعطي منو غزالة. هداك هو الكوكو اللي يصلح للحلوى، راه كيكونو فيهم لي كاليتي. غادي نزيد شوية، غادي نخليوها ترتاح شويه على ما نجمعوا الحوايج ديالنا ونغسلوا يدينا، نوجدوا الصينيه ديال الفران. غتكون هي شربات شويه، هي راه ما حدا تكون خفيفه كتكون حسن. هكذا دخار لا انستا لا تيكستورا، vamos a dejarla reposar un poquito para que
chupa porque el coco va a coger todo el caldo. Y lavamos las manos y preparamos la bandeja y ahí quedáis conmigo. بعدين دهنوا يدينا بشويه ما زهر ولا زويته ولا اللي بغيتو نتوما. نبقاو نهزو غير شويه، نديرو كويره نحطوها هنا ونديرو اللويزه هكذا. غادي vamos a untar nuestra mano, cogemos una con agua de azahar o aceite lo que tenéis, ponemos aquí una pequeña bolita, la metemos aquí y le metemos o nuez o almendrita. Y así voy a seguir haciendo hasta que termino todas las bolitas. Que sean bolitas del mismo tamaño, mejor. Así quedan más bonitas. Normalmente, غادي نفندوهم سكر غلاسي ولكن انا ما بغيتش نديرهم في السكر غلاسي حيت بزاف الحلاوه بزاف علينا. انا نفضلهم هكا نحمرهم شويه في الفران وناكلوهم هكا. راه غير بيض اللي خصو يطيب، راه ماشي ما فيهاش قوى من الطحين ولا اللي غادي. صافي هكا غادي نبقى حتى نسالي كلشي الكويرات ديالي. دابا حنا وجدنا الصوينيه الاولى، غادي نديروه في الفران على درجه 170 درجه من الفوق. غادي نديرو له من الفوق فاش نشوفوه بدا كيطرطق عاد نشعلو عليه من التحت غير 5 دقائق. D'accord. Ahora lo vamos a meter en el horno, solo fuego por arriba a 170 grados y después apagamos por arriba y encendemos por debajo. Y vamos mirando en el horno. Adentro. هانتوما البنات، انا خرجتها من الفران، غادي نحيدها قدامكم. راه كتجي غزاله بلا سكر بلا والو بلا ما نفندوها في السكر. هانتوما ها غادي نحلها قدامكم ميره معلكه ورطيطبه. ها رطيطبه هانتوما، غزاله غزاله. غادي نحيدها غير بشويه نديرها هنا. هانتوما شتي، خصكم حتى طيب من الفوق، يدخلها الحراره من الفوق عاد تشعلوا عليها من تحت. كواندو سي كوسينا بور اريبا لويغو انسنديمو بور ديباخو. استا بامو بلانديتا بلانديتا لا بوسي اكي كي سنفري بوركي لو بوسي اكي اون اون بيسكوتشو دي سيمولا فينا كون نارانجا اي تودو اسو. درت واحد البيسكوتشو هنايا ديال السميده البسبوسه راني كنديرها هنا طيب. وهذا هو الطبق ديالنا. سي اوز غوستا الفيديو دالي لايك اي موتشا غراسيا. الى عجبكم الفيديو شيروا لنا بلايك وشجعونا دعمونا ونحطوا في القناه ديالنا، نكونوا شاكرين لكم بزاف. المهم احنا كنخلقوا الجو ديال العيد، وهذا كاطو عادي يعني في الدار وصحي لان ما فيهش دوك المواد الحافظه راه الكاطو ديال السوق الا جينا نتمعنوا في شنو فيه الله يستر وصافي. المهم مع السلامه البنات، وتهلاو في راسكم وعيد مبارك سعيد.